طفل الملوك هنا كطفل الحاشية، ونغادر من الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور الحافية. أعمالنا تعلي وتخفض شأننا، وحسابنا بالحق يوم الغاشية. حور وأنهار وقصور عالية، وجهنم تصلى ونارا حامية. فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي، ما دام يومك والليالي باقية. وغدا مصيرك لا تراجع بعده، إما جنان الخلد وإما الهاوية. أيها السادة، عودوا طيب مبارك لآيات الله البينات، واتلوها لحضراتكم فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني، قارئ هذه الإذاعة التلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي كله، والمقيم بالقاهرة. ندعو الله بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى
نسيبا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فلهن ثلث ما ترك.
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس
فإياك أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضاد وصية من الله والله عليم تلك حدود الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تلك حدود تلك حدود الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت فإن شهدوا فأمسكوهن حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. صلوا على سيدنا النبي. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ف
فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفى فأمسكوهن الموت فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما صدق الله العظيم.